طبعا رسولنا الكريم وصانا قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب 3 مرات، وده دليل ومؤشر قوي جدا انه الغضب من الاشياء المذمومه اللي يعني بتؤثر تاثير سيء جدا على الجسم بشكل عام. الخبر بيقول بالعلم هنقول لك ازاي الغضب بيأثر في مخك وجسمك. الغضب من المشاعر السلبيه السيئه جدا اللي ممكن كتير مننا او تقريبا دلوقتي معظم الناس كلنا بنتعرض ليها، لكن هو المشاعر دي بتؤثر تأثير سيء جدا على الجسم. بتعمل ايه؟ الواحد اول ما بيحس ان هو في حالة غضب شديد بتتوتر العضلات وبتتوقف عمليات الجهاز الهضمي، وبالتالي بيحصل تغيير لكيمياء الدماغ. في وظائف كتير جدا بتتوقف لحظة الغضب زي الهضم والاستيعاب، انتاج الخلايا، توقف الدورة الدموية والدفاعات المناعية، وبالتالي وقت الغضب الشخص بيكون معرض اكتر حاجة لانه يصاب بالكتير جدا من الامراض العديدة. في بعض حاجات بتحصل مثلا وقت الغضب زي الصداع، اختلال الجهاز الهضمي، الاكتئاب، القلق، الارق، ارتفاع ضغط الدم، من المشاكل اللي ممكن تحصل وقت ما يكون الواحد متنرفز جدا. ممكن يحصل مشاكل جلدية زي الإكزيما، والعياذ بالله النوبات القلبية والسكتات الدماغية من أكتر الحاجات اللي ممكن تحصل للشخص وهو غضبان وهو ساير. عشان كده احنا بننصح، يعني احنا بننصحنا احنا اولا، وبننصح مشاهدينا الكرام انه في حاله التعرض للغضب الشديد الواحد يعني يقعد ويهدى ويتوضى زي ما يعني رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم اوصانا، ونحاول نفكر في الامور او العواقب السلبيه اللي ممكن تحصل لنا لو سيبنا نفسنا لهذه المشاعر السلبيه السيئه.